شيء، لكن اتزوج واحد اقل عني مستوى ماديا واجتماعيا صعب. يمكن نحبه، يمكن نتقبل، يمكن نجامل، لكن غنضغط، غنتضغط، غنشوف بان يعني معظم الاشياء اللي المفروض كنت متعوده عليها ما عنديش، او غنشوف ان بغى نقري ولادي في مدارس مزيانه، بغى نسافر، بغى نلبس، بغى نتهلا في راسي، بغى ندير جميل، بغى هذا الراجل هذا شنو غيقدر يوفر لي؟ معليش انا انسانه شويه واقعيه، صحيح ان الفلوس مش كل حاجه في الدنيا، لكن تتزوجي واحد اقل عن مستواك ماديا هذه مصيبه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.